1, 2, 3. كيفاش قلبنا روحك شوية؟ هداية خليل، نقرا سي حسان، سنة تيرمينال، توا نعمل في الضيفة نتاعي. دونك عسلامة الناس الكل، أميرة بشيخ، نقرا سي هاش 3. بيا عسلامة، أنا نور بوزيز، نقرا سي هاش 3. أنا سيفر كينوبي، جي 23 عام، نقرا 5 عام. أنا هنا بجربي، إتيديونت على الإنسات، أون 4 عام، شيمي إندستريال. مرحبا بك. بي أول حاجة باش نسألها لك، أنت اخترت الكارير ولا اختارت وكيفاش معناها اخترتيها وعلاش؟ بي بيان سور أنا اخترت الكارير، دونك عملت الباك نتاعي وقتها حبيت علم بي أكثر، أما بعديكا ما طلعتش في سي بي دونك ملي جيت خممت في سي بي دونك خممت في الشيمي من الأول، دونك خدمت عليها وكل وخذيتها. أنا اخترتها خاطر نحبها وجاية مع ميولاتي والحاجات اللي نحبها. اونيتمون تسمى الفيير اختارتني مانيش انا اللي اخترتها، على خاطر بعد معناها بعد ما يعني ما خديت باك وكل سيتي با بريفو باش نجي نقرا في انسات معناها انجينيوري هومان، معناها سيتي بريفو باش نعمل معناها ميديسين وكل شيء، ما عملت على الباك معناها كل شيء باش نجيب مونسيون تري بيان، مي ما جاتش معناها جيت مونسيون بيان بون، دونك اخترت الانسات معناها. انا اخترت الفيير اون فيت عملت سبيا نقرا زوز بيولوجي وشيمي، السمستر الاولى نركزوا اكثر على البيولوجي، السمستر الثاني على الشيمي. انا حسب لي ماتير معناها ملت اكثر الشيمي، حبيتها اكثر، حسيت لي ماتير نتاعها بلوز انتريسون، دونك اخترتها وكملت فيها. واضح. انا اخترتها توقع علاش اخترتها، صارت معناتها حرت برشا ما بين البيو والشيمي، خفت نمشي شيمي ما قدش روحي، خفت نمشي بيو ما قدش روحي زادة، اما فهمت كونت حسمتها باللي انا دي اكثر توسكي دي رياكسيون شيميك ولا الدومين نتاع الاورجانيك، الدومين اللي رينيه شويه في السيرفيا، دونك قلت فازي شيمي تيس. انت باك شنو وشنو كانت لي كونسيكونس تاعها في قرايتك؟ اسكو عاونات ما عاونتكش وشنو عاونتك بالضبط؟ باهي انا باك شانس عام 2017 خديته، دونك عاونتني شويه كوتي خاطر الشيمي ماشي اكثر في لي سيونس معناها، دونك شويه بركة كوتي انا قرينا الشيمي قبل في الباك في التوازيام معناها، دونك عندنا شويه باك جراوند معناها كونسيرنون الشيمي، وسينو الاخرين حاجات جديده تعلمتهم في ايام كنت باكمات، الباكمات في السي بي يمكن كنا ناقصين شوي بويسكو جمعت الباك سيونس، احنا في السي بي نمشيو باك سيونس وباكمات بركه، جمعت الباك سيونس كانوا عندهم نظرة أكثر على بار اكزومبل الجينيتيك، احنا في الجينيتيك في الباكمات قرينا شوي، دونك لقيت روحي بار اكزومبل ناقصة شوي بارابور الأخرين، أما أبارتير من عند السي بي تتحطوا لي بوان سور لي زي، حتى الحاجات اللي مانيش عارفينهم عرفناهم ورجعنا فيهم نورنا. وقت اللي تعبينا بزماني الناس الكل فاهمين كل شيء ونورنا صباح. أنا باك سيونس وكانت الكونسيكونس نتاعها طايرة على الآخر، سي ديجا قريت روحي زعما على الآخر معناها جاني ليجل كوتي خدمة كوتي حتى ما كنا مع بعضها سبعة، يعني ما لقيتش روحي ضايعة بالعكس. ممكن جماعة الباك مات في كل ما هو ماتيماتيك وحي الكل كثير منها شوية عندهم نسبي ماتيماتيك، أما راهو زوز كيف كيف وزوز نلقاو روحنا أليز ونخدموا أمورنا هذيك. والله سيكسيون ماتيماتيك حسيتها سانا غينا افواغ مع الشيمي والبيولوجي وكل شيء، دونك ما عاونتنيش برشا، مي باغ كونتخ لا ريفليكسيون اللي معناها اللي تكونت لي والريزونمون، واحد باش يتعلم يخمم باللوجيك وكل هو اللي بتاتخ عاوني معناها باش نقرا سورتو الشيمي، معناها خاطر الشيمي معناها مش كيف البيولوجي، معناها نحسها سي بازي بوكو بلوس سور لا ريفليكسيون سور لو ريزونمون سور لا لوجيك، خاطر فيها معناها مات فيها دي زيكواسيون. بي معناها تنجم تعطينا اون بتيت كومباريزون ما بين البيو والسي، خاطر برشا عباد يسالوا على الحكايه هذيك. Les filières de chimie industrielle, ce sont deux filières qui sont complètement différentes, mais qui se complémentarisent. Maintenant, je suis un biologiste, je suis un chimiste, je suis un chimiste, et vice-versa. Donc, la chimie industrielle, c'est un domaine très vague et vaste où il y a des ingénieurs qui peuvent travailler dans le domaine. Chimique, dans l'industrie chimique, pardon, ou parachimique.
par contre la biologie industrielle حس c'est beaucoup plus معناها tout ce qui concerne معناها les procédés qui sont impliqués dans différentes spécialités كيف ما la biochimie, la microbiologie, la biologie, la génétique etc. Eric B احكي لنا شوية عن الفيليير في حد ذاتها كوتي شارجور غير شو كوتي ريتم كوتي لي زوبسيون لي سبيسياليتي معناها الموجودين فيها الماتيريال زادا الشيمي تنجم تقسمها لدو بارتي بارتي سي اتش دو بارتي سي كان انجينيور ان تونك ايتيديون شيمي اندستريال دونك سي اتش دو عام ياسر معناتها شارجور غير نقراو بالباهي نقراو معناتها الكاليتي وكونتيتي زوز باش تقراو برشا ماتيريال باش تركزو اكثر على الشيمي باش تشوفوها في لي دومين نتاعها الكل باش تركزو اكثر على الكوتي براتيك باش تقراو برشا تبيات باش تعملو معاهم برشا جو باش تعملو سانتيز نتاع الاسبيرين فابريكاسيون نتاع صابون الديترجون لاغوم نتاع البنان البانتور تانتور بلاسمي فابريكاسيون نتاع برشا حاجات وتقربكم اكثر للشيمي وتخليكم تفهموا اكثر معناتها بلاصتكم انتوما كديزانجينيور شيميست في الدنيا هادية. لي ماتيغ من عام الدوزيام نبداوكم مع سلامة القراير، على سلامة الشيمي نبداو بالباهي في لاباز نتاع الشيمي، نقراو حاجات ديفيرون معناتها جينيرال خاطر الشيمي راهو بحر ماهوش شوية، فيه برشا برشا حاجات وتتعمق فيه حاجات كبيرة، أول حاجة الشيمي أورجانيك عندها تنتيسير، مانجمش ننساها، الشيمي باش تقرا عندها تنتيسير. باش تقرا دي ماتيغ معناها باش تقرا تو سكي حاجات لي ماتيغ كي سونت أون غولاسيون أفيك لا ترموديناميك شيميك، أفيك لا سينتيك شيميك. Avec manière les méthodes d'analyse spectroscopique, avec les méthodes de séparation chromatographique, barcha manière matière de philo chimie, l'équilibre des phases, la génie chimie. Côté badik fait CH3 ou CH4 ou CH5, tu vas t'amener plutôt à la روح côté des projets ou aller عندك, tu vas تلوج وحدك les profs ils font l'autrement هذه ما حاجات supposé تعرفهم donc il fallait que عندك la curiosité باش تمشي تلوج وحدك وتشوف وحدك. فوالا دونك هذايا الشارج اللي موجوده في السيكل. اما صحيح ممكن فما شارج ممكن زاده اللي تنقيو اقوى من السي بي، اما كمان ماهيش كل حكايه الاسي ديفيسيل واي واحد معناها ينجم يسلك اموره فيها. واضح. باهي بالنسبه للزوبسيون تاعكم شنو هما بالضبط بس حكينا عليهم شوي. باهي ليزوبسيون اللي بداو نختاروهم عام الكاتيغيم اني سولون سكور نتاعك وموينك عام الدوزيام عام التوازيام. باهي عندنا كاتر اوبسيون. فما اوبسيون لاشيمي اناليتيك. الشيمياء الناتيك سي اوبسيون معناها ياسر ابليكي للهاني قلت لشال معناها لابوغاتوار خدمة طياس دون لي كغون لابوغاتوار معناها دون لي كغون لابوغاتوار داناليز ولا دو ريشيرش ولا شي حاجة. لوبسيون الثانية جيني دو ماتيريو سي ديجا نقراوها بالباهي عامة عامة الكاتيغيام بريميير سيمستر فيها كيفاش معناها نعملوا ان نوفو ماتيريو يكون عنده دي كاركتيرستيك فيزيكو شيميك حاجتنا بيهم دونك حاجة معناتها انوفاسيون على الاخر. فما زاد لوبسيون بروسيدي اللي هي لوبسيون نتاعي اللي هي ندخلوا السيمولاسيون لي لوجيسيال في الدومين نتاع الشيمي معناتها باش نضلوا نعملوا لي زاناليز معناتها في عوض ما نوصلوا نعملوا الحاجه ريالمون نعملوا لي سيمولاسيون نتاعهم معناتها هذه زاد دخلت اون توك في الشيمي. واخر اوبسيون هي شيمي فين، شيمي فين هي في الفورمولاسيون دونك هي اللي عندها علاقه اكثر مع الشيمي اورجانيك معناتها شيمي اورجانيك وتكون عندها علاقه فورمولاسيون تاع نوفو ماتيريو اكثر في الدومين تاع لي بانتور والكل هذاك وين يخدموا معناها في تونس. واضح. بالنسبه للستاج اسكو موجودين حاب يعمل شي ستاج وين شنو يعمل نجم نعمل ستاج شنو ستاج في تونس بون موجودين فما سوا معناها في لي زاندستري الكبار معناها سوا في لي لابوراتوار داناليز معناها تنجم تخدم تعمل ستاج في لوناس في ستيك اي لابوراتوار داناليز اي اندستري فارماسيوتيك دي اندستري اغرو اليمونتير لي لابو نتاع ديفلوبمون ولا الغوشيرش. ما تقولش انا مازلت ما تخصصتش ما نعملش ما يسالش لقيت في بيو لقيت في الشيمي اعمل ما حاجه فلوس اللي كنتي ديجا هي تسمى ستاج دوبسيرفاسيون حاجه هكا. دونك عملت لي بروميير حتى كان ضيعتو ما عملتوش في ستاج ميزالش اما عملت الدوزيام بالحق نصحكم باش تمشيو تعملوا ستاج ما تكونش باش تعملوا تاش كبيره باش تحلوا عينيكم على الدومين باش تحلوا اكثر للاندستري ما تخليوش حتى عام التوازيام والكاتيغيام باش تفهموا اكثر انت شنو هو الانجينيور باش يخدم في الاندستري والكل. نجم باغ اكزومبل عندك نجم تخدم في الشيمي في البيتروشيمي اللي هي تو سكي هي رافيناج
حاجه دقيقه par exemple phosphore زاد اللي هو مثلا كما نقولوا ممكن في قفصه وفي قابس وفي في سفاق زاد البتروشيمي ديجا تنجم تلقاها في الشارع في عجيب في يعطيكم الكلهم معناتها اللي هو تخدمون فما ستير زاد سوسيتي دو تخدمون سوسيتي تونسيان دو رافيناج دو بترول معناها هذيا هذيا زاد كيما كانت افوما اللي هي فما زاد البانتور فما الدومين واسع برشا وكبير برشا اللي هو الدومين دو شيمي فارماسوتيك الستاج عملي والعملته في ميديس في نابل هي اندستري فارماسيوتيك تعمل برودكسيون دي ميديكامون خدمت في لابوراتوار كونترول كاليتي وين تتعلم برسمي برشا حاجات سورتو تمانيبولي معناها الميب العمل الكروماتوغرافي سبكتروسكوبي بوتونسيومتري تسكي بي اتش متري بالنسبه للسنه كيف كيف عاودت بوستوليت في نفس الاندستري ميديس مي مش نفس لابوراتوار سنه لابوراتوار دو برودكسيون ديجا تاع السوجي هو سبيدي دان برودوي فارماسيوتيك دونك سي ديفيرون دومين دو برودكسيون نتعرفوا على معناها الميديكامون ملي كان برودوي بروت لين يوصل باش يولي في الاخر في لومبالاج نتاعو معناها لي ديفيرون تي تافي دو برودكسيون بالضبط مخي لازم نرك واحد حكاية كمل يقرا ما سيهاش شنو هي بعطيني الفرق اللي نجم فيهم شنو هي لي دومين اللي نجم يخدم فيهم بالنسبة للشيمي اندستريال هي بالحق سي ان دومين بالحق تخي فاس حاجة بحر معناها حتى البيولوجي بحر 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 معناها نجم تخدم في برشا دومينات اي اندستري في اي حاجة في الدنيا راهي تستحق دي زاناليز ولي شيمي سبيشاليست معناتها سون كابابل بانهم يعملوا الحاجات هذيا عندك لي زاكواليمونتيغ لي فارماسيتيك اي حاجه في الدنيا تستحق دي زاناليز دونك لي زوبورتينيتي موجودين كو سوا في تونس و برا معناها بالرسمي فماش حاجه في الدنيا هذه ما تدخلش فيها الشيمي دايوغ احنا عندنا فاس السبيا ايزي داخلين مازلنا ضايعين مانيش فاهمين احنا نزيد خلونا راهي الشوماج بيان اسوري بلاش الحكايه هذه ما تصدقوهاش خاطر غالطه بون نجمش ناسيوري 100% اللي ما فماش شوماج اما كمان فماش حاجه في الدنيا هذه ما يدخلش فيها انا انجينيور شيميست كلكو سوا اغرو اليمونتير بيتروشيمي فارماسيوتيك بروسيدي ماتيريو تنتور بنتور اي معمل اي اندستري اي لابوراتوار لازم تلقى فيها انا انجينيور شيميست شو اسمه اخر كم لعبي ودومين معنا يبدا الشيمي اندستريال او جنرال من بعتي لي شنو هي الفرق نتاعها وشنو هي ليزوبورتينيتي فما ديزوبورتينيتي باش واحد يخرج من برا ليزوبورتينيتي موجودين في تونس مينوريتي الحقيقه مي برا موجودين بالكدا معناتها موجود في الفيليير نتاع تاع لي زوبسيون الكل موجودين برا معناها اللي ما احنا اكثر في تونس اي حسب رايي معناها فارماسيوتيك كوزميتيك اللي هو تبع الشيمي اناليتيك البروسيدي شيميك بالباهي زاده الشيمي فين زاده شويه اما برا كلهم بيان سور افاق محلولين برشا معناها بالنسبة للافيق سكيس اختار معناها مش الناس الكل باش تقول لك البرا معناها خير وكل شيء خاطر هو بالحق البرا فما بلوس دو فورتونيتي بلوس دو شانس فما معناها تحس يقدروا اكثر لو ترافاي دو شيميست ما قلتش دو لانجينيور دو شيميست ولا بيولوجيست ولا يقولوا هنا ويعاودوا يقولوا هنا ونحبوا نقولها للعباد راح حتى كي باش تخرج برا والكل خمم كمان في بلادك وخمم انك ترجع لها بواجه مزيان وبخدمه مزيانه وتجم توصل بها خاطر اللي تراها كنت تراها عباد تحكي عندها دي بروجي والكل تشوفهم معناتها يا اخي شعملوا خدموا في بلادهم وبقاو وحلوا بروجي راهم وراهم ناجحين معناها دوبل دبلوماسيون دوبل دبلوماسيون احنا جماعه الشيمياء عندنا شاي تلاها بها في بلقيد مع الباري تيك في بالي الحاسب ثلاثة الويلة نتاع عامة التوازير يختاروهم جي بيريود في السيمستر الأولى نتاع عامة الكاتريم ثلاثة الويلة باغلي موين والكل وبعد ولا أربعة خمسة وبعد يعملهم دي زونتروتيان ويجمعوا يختاروا كيما يجمعوا يختاروا واحد كيما يجمعوا يختاروا حتى حد كيما يجمعوا يختاروا ثلاثة دونك هذاكم هما وياخذوا بيان سور الأول باش ياخذ بورس والاخرين يجمعوا يدبروا بورس والكل وخرجوا معناها سجاس نختار الفلوس واضح كملنا لي كيسيون كل حتى نقول بيت بيع ليه بيع بس ليش ليه الاسيتس كنت سورتو كنت تكنيكال سكيلز وكل اللي يستحقهم العبد اللي حاب يمشي لشيهاش وشنو هي معناها كيفاش نجم اكسلي في الفيديو كيفاش نجم اكسلي في الفيديو يقرا كيفاش معناتها والكل خاطر كيما قلت لك الشيمي راهو زمان ما يصعب الاخر دونك وين ما تبدا معناتها عندك لازم فوق دونك وين باش تبدا خير معناتها والكل
كنتي مانيش باش نحكي عليها تو خاطر سي اتش 2 سي بي اتش 2 سي اتش 3 مازلنا هكا شوي ناخذ في فكره كمان. اما في سي اتش 4 وسي اتش 5 بالرسمي خاطر وقتها باش يظهروا لي لوجيسيال باش يظهروا اللي هما ثم بالذكر. معناتها انا ما نعرفش نخدم على لوجيسيال خير من غيري. دونك هذه هي الحاجه اللي تخليني معناتها نضو عليه كيما يقولوا الكل. دونك نجم نفهم معناتها فما بليزيور لوجيسيال نستخدم فيهم كيما الاستن ايسس كيما الفلوينت الكونسول الاوتوكاد برشا معناتها في لوجيسيال كل هذوما هما لي لوجيسيال اللي العبد ينجم يبني فيهم دي فورماسيون. توا تقول لي نسيت تقول لي كلوبات نتاعها دونك شنو هي الكلوبات اللي في الانسات نجم يعاونوك باش تدخلي اكثر في الدومين نتاعك باش معناتها كوني روحك انجينيور؟ باهي فما كلوب موجود في الانسات اللي هو كلوب الانسات دونك يخدم توسكي كامل جا اسمه جيمي كيمستري دونك يخدم توسكي شيمي وكل كان كلوب هي اللي فيها لسبيشالي فورماسيون هما اللي باش يعملوك فيها دي فورماسيون ديفيرونت في برشا حاجات تابعين الدومين هذيك تابعين الدومين نتاعنا. ايزو 9001 ايزو 17025 اللي هما دي نورم انترناسيونو ويطلبوها ولي فورماسيون هذوما يكونوا سيرتيفي كيف كيف تنجم تخدم فما دي فورماسيون كيما في لي لوجيسيال كونسول ماتلاب اسمين هايسيس اللي هما حاجات صحيح تتعلمهم في الفاك ما ماهيش الحاجه الكامله ولاش تعرف لي ديتاي نتاعهم كيفاش تخدمهم 100% دونك لازمك الفورماسيون سوبليمونتير باش تنجم تتمكن منهم. دونك النصيحه معناها من عندي ما تدخلش كينش في الشيمي ادخل في الشيمي واعمل دي فورماسيون وافهم اكثر معناها باش تلقى عليه تدخل في الكيم كلوب خاطر باش تلقى كلهم شيمي كلهم اكبر منك وشيمي دونك هما اللي باش ينصحوك وهما فازي ما تحشمش طول تمشي تحكي معاهم ما حد حكمش باش يخاب عليك المعلومه بالعكس باش يفرحوا بيك وباش يقولوا لك دونك باش تعرف عبيد كاتغيم وسانكيم باش يعاونوك هذايا كوتي شيمي. اما تدخل لي كلوب الاخرين باش تتعلم حاجات اخرين اللي قلتهم لك معناها في كل ما هو في اسوسياتيف كل ما هو حتى حاجه اخرى خاطيه دومينك في الروبوتيك ولا في يعني في الايرونوتيك اللي هو حاجه فيها تدخل فيها معناها وتعرفها حاجه جديده ما تقعدش في الشيمي كهو. هما كي تجي تشوف كلوبات اللي نسيت كل يعاونوا معناتها في الهارد سكيلز وفي السوفت سكيلز بالرسمي استغلوا ايه جست اسمعوا جيسي كم كلوب سمبيوس هذا جيسي مره اخرى بيت باش بيت باخر حاجه باش نقولها لك اغسل الكاميرا واعطي كلمه للعرض اللي حاب يمشي بيو ولا ناوي ولا يخمم باش يمشي بيو هذيك طبعا اخر حاجه باش نقولها لك اغسل الكاميرا واعطي كلمه للعباد اللي حابوا يمشيوا شيمي والمعنى ولا يخموا انهم مش يمشيوا شيمي جوست نحب نقول كلمة اللي هو شيمي ولا بيو راهم زوز كيف راهم زوز دو بوك معناتها في لي سكيفون في الانسان زوز باش يخرجوكم دي زانجينيور ولا دي تكنيسيان في كيف لي معناتها راهو لي زوبورتينيتي موجودة من غير ما تخافوا كل حاجة في الدنيا راهي سهلة من غير ما نعقدوها جوست الجماعة اللي باش يحكوا شيمي انا اليوم يمكن حسيتوني شوية هكا اكسيتي والكل خاطر انا جوست كي دخلت الانسان ما توقعتش روحي بلي انا باش نلقى روحي بالطريقة هذه ما توقعتش زادة اللي انا باش نحب الانسان باش نحب الشيمي بالطريقه هذه مالغريتو دونك كهو حبوها الشيمي حبوا النزار حبوا البيو حبوا كل شيء وسهله الدنيا من غير ما تعقدوها. نحب نقول لهم معناها ما تتغروش اونتر كيمي معناها خاطر سكور خير دونك مشي مشي لازم تتبع انت شنو تحب انت باش معناها مقتنع وزاد لازم تحاول تقرا روحك خاطر برشا ناس نحس تجيبوني معناها جونغ les étudiants en général كركو باجي تلقى في لي زيكزامون في بسين وكل شيء تجمع الشيمي ليورا نقول لهم اقراو على روحكم بالحق وحاول تكون مخشوب وكل شيء خاطر اي مش خاطر انا فاك معناها شفت نكركو ولا مانيش نقرا باك هاو فوت الباك سي بون ليه الفاك تقرا فيها وانت مجبور وتحاول تكون اجوب وتعمل من كل دونك نقول لكم ما عملوا سيهاش خاطر سيهاش راهي دومين به على الاخر وبالرسمي توري تشوف في الدنيا دو بوان دو فيو واحد اخر ديما نقول هالجمله هذيا خاطر كل شيء داير بينا في الدنيا تكسبليك شيميكو حاجه نسيت لي سوفت سكيل بيه كملي سوفت سكيل تبع الجيب
الحاجه الاخرى لازم يخدم عليها، نصحكم تخدموا عليها برشا، هي لي سوفت سكيلز، على خاطر السي في تاعك بيان سور شاب فيه تكنيكال سكيلز اللي هو كي قريت ولي ستاج والكل، مي الحاجه اللي باش تزيدك فلوس هي لي سوفت سكيلز تاعك، كيفاش تكومينيك، كيفاش تحكي اون بلان بوبليك، جيستيون دو طون، جيستيون دو ستريس، برشا حاجات نجم تعلمهم. بيان سور ننصحكم باللي كلوب تاع لي سي في. اللي بالرسمي يحب شيمي ومغروم بها يصدم وما يخافش، خاطر صحيح ممكن تسمع شاجر قوي يزم قوي بروفيت شنو، اما بالرسمي ماهيش كالاسي ديفيسيل واي واحد ينجم ينجح فيها ويكسيني فيها. هي انا اهم حاجه ما نقولش تحب ما تستاهلش ولا تحب مش بيها، نحب نقول لك تبع روحك، معناها شوف روحك انت تحب، امن بروحك على الحاجه، تبع الحاجه اللي انت تحبها والحاجه اللي تعمل عليها جاهز تعمل عليها بونكي دونك تبعها ومشي معاها تلقى روحك ناجح فيها سيغمون زيد. دونك اللي هي اي حاجه في اي دومين سواء سيهاش تبع سي بي ولا تبع ام بي في اللي باش تختارها، امن بروحك وتبع تبع حلمتك وان شاء الله تحققها يا ربي. شاطر يعطيكم الصحة. لا 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 ل